بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب طلاب المرحله الاعداديه الصف الثالث الاعدادي يحييكم معكم مستر احمد محمد النبوي من منصه البث المباشر منصه وزاره التربيه والتعليم النهارده عندنا درس جديد في منهج الجيومتري في الترم الثاني الدرس بعنوان سنترال انجلز اند ميجرينج اوف اركس at the end of the lesson the student will have learned

Uh, of the circle and the two sides are two radii in the circle. طبعا عندنا في الشكل المرسوم واضح central angle اللي هي A M B A M B A M B, A -M -B vert uh, central angle the vertex بتاعتها is M. Uh, two sides are the two radii MA and MB في عندنا هنا في السنترال انجل نوعين دي اللي هي اي ام بي والريفلكس انجل اي ام بي يعني في عندنا اي ام بي والريفلكس A ام بي طبعا علاقه بين الانجل والريفلكس بتاعها ان هم بتاعهم ايكوال 360 ديجري اي ام بي بلس اي ام بي ريفلكس ايكوال 360 ديجري يبقى تعريف السنترال انجل ايه Angle It's, angle. It's a Vertex is از Center And it's two sides are two radii in the circle. Of <tammat> A and B, is the central angle. Then we have measure of arc. طبعاً arc is it is a part of the curve of the circle. The definition of arc the arc is part of the curve of the circle. Just like we the arc AB, which is this part نسميه ارك وفي عندنا ارك تاني اللي هو هنا اي اكس بي ما الأتنين الاثنين الانيشال بوينت والترمينال بتاعتهم A و بي لكن الاي بي ده بنسميه مينور ارك والاي اكس بي بنسميه ميجر ارك الاي بي بنسميه مينور ارك والاي اكس بي measure arc كلمة minor arc معناها less than half the circle و measure arc uh, greater than half the circle في طبعا عندنا حاجة اسمها semi circle دي بتبقى half the circle عندنا semi circle دي اللي هي half الايه of the circle او half arc of the circle هنا measure of the arc is the measure of the central angle opposite to it. يعني measure arc AB equal measure angle AMB طبعا المجر بتاع الأرك بيكون بالدجري، like measure of angle, measure of the arc is the measure of the central angle opposite to it، angle A and B is called the central angle, its vertex is M and its size MA and MB، يبقى measure arc AB equal measure angle AMB. طبعا لو عندنا الأنجل دي مثلا 70 دجري، يبقى measure arc AB equal 70 دجري. لو جبنا الرفليكس انجل اللي هي AMB، طبعا الريفلكس هنا بتكون 360 70 يبقى 290 يبقى ميجر ارك AXB اكس بي اللي هو الميجر ارك 290 ديجري طبعا المانوال ارك لو احنا خدنا بالنا هيكون دايما الميجر بتاعه ليس ذان 180 والميجر ارك دايما الميجر بتاعه جريتر ذان 180 والسيمي سيركل او هاف ذا سيركل دايما الميجر بتاعه 180

By the arc, A, D, B, semicircle. By then measure arc ADB semicircle يبقى ده مجر أرك ADB يكوال 180 degree. تعالوا طيب بصوا الرسم كويس عندنا أرك ADB مكون من تو أركز اللي هم AD and DB. AD and DB. المجر أرك AD equal 4X والأرك DB يكوال 3X بلس 5 يبقى then 4X بلس 3X بلس 5 equal 180 ديجري 4X بلس 3x بلس 5 يكوال 180 ديجري 4x بلس 3x يكوال 7x يكوال 180 minus 5 يكوال 175 divided by 7 يبقى x يكوال 25 degree يبقى أول حاجة عندنا هنا جبنا ال x 25 degree بعد ما جبنا ال x بـ uh, 25 degree عندنا بقى 2x و 4x و 3x بلس 5 uh, 2x دي هتكون بـ 50 دي سنترال انجل طبعا AMC ام سي AMD انجل اي ام دي ايكوال 25 100 ديجري وميجر انجل DMB ام بي تبقى 3 multiply 25 plus 5 ايكوال 80 او سبلمنت 100 ايكوال 80 والانجل AMC 50 يبقى السبلمنت اوف 50 ل BMC سي angle BMC بي ام سي 130

هيبقى 50 بلس 130 بلس 80 ايكوال 260 ديجري اي سي ب 50 ديجري ايكوال ميجر انجل اي ام سي ميجر ارك اي سي ايكوال ميجر انجل ام سي ايكوال 50 ديجري ميجر ارك بي سي ايكوال ميجر انجل بي ام سي ايكوال 130 ديجري ميجر ارك سي بي دي سي بي دي سي بي دي برضه ده ميجر uh, ارك لانه جريتر ذان 180 130 بلس 80 210 اخر حاجه عندنا ميجر ارك اي دي سي اي سي برضو ده ميجر ارك 100 بلس 80 بلس 130 uh, 310 ديجري يبقى احنا الاول استخدمنا ان الاي uh, بي يبقى الارك اي دي بي سيمي سيركل يبقى الميجر بتاعته هاف, هاف سيركل اللي هي هاف 360 equal 180 عملنا بلس 4 اكس بلس 3 اكس بلس 5 يكول 180 جبنا الاكس ب 50 uh, 25 ديجري بعد كده جبنا ميجر اوف اتش سنترال انجل اي ام سي 50 اي ام دي 100 دي ام بي 80 و سي ام بي 130 بعد كده جبنا ميجر اوف اتش ارك او ميجر اوف اتش ريكوايرد ارك انا ارك لينس الارك لينس او اللينس اوف ارك از ا بارت اوف سيركم of circle uh, circumference proportional uh, with its measure of central angle أو uh, with its measure the Length of arc من the measure of the arc divided by measure of the circle less 360 degree multiply circumference of circle اللي هي 2 by r يعني مثلا لو عندي الارك الانجل بتاعته equal سيتا أو اي رقم طبعا سيتا ده سيمبول رمز يعني

عندنا سؤال على الميجر اوف أرك in the opposite figure. ام is a circle with radius length of 5 سنتيمتر. ميجر اوف أرك اي بي ايكوال 108 درجة. فايند لينس اوف أرك اي بي يبقى هنعمل ميجر اوف أرك اللي هي باي 360 درجة مثلا 2 باي ار 108 over 360 مثلا 2 باي R equals 3 باي سنتيمتر. يبقى هنا عملنا ايه؟ جبنا الميجر اوف أرك 108. Divided by 360, a low measure of circle multiplied two by r, low circumference of circle. And then I important the corollaries uh, on uh, arcs in the same circle or in congruent circles. If measure of arcs are equal, then the lenses of uh, the arcs are equal, and uh, conversely, yani, and then are two arcs equal in measure, but then they are equal in length. Uh, for example in the figure one if uh, measure arc ab equal measure arc cd then length of arc ab equal length of arc cd and vice versa if they are equal in length if the two arcs are equal in length then they are equal in measure if length of arc ab the figure number two if length of arc AB equal length of arc CD, then measure of arc AB equal measure of arc CD. Uh, correlation number 2, in the same circle or incongruent circles, if the measures of arcs are equal, then their chords are equal in length. If the arcs are equal in measure, but then they their chords are equal in length. Chord of arc lower, a uh, line segment joining between a uh, starting and ending point of the uh, arc. And then we have arc AB, the arc AB, the part of the circle. So, sonna the A will be line segment, will be the اسمه chord of arc. And then arc CD, and we also the CBD line segment, the اسمه chord of arc CD. If the two arcs are equal in measure, then their chords are equal in length, and vice versa. In the figure one. If measure arc AB equal measure arc CD then length of AB line segment equal length of CD line segment and conversely in the figure 2 if AB chord equal CD chord or length of AB line segment equal length of CD line segment then measure of arc AB equal measure of arc CD يبقى كده في عندنا ثلاث حاجات uh, لو في حاجه واحده منهم جيفن من السنتج الاثنين الثانيين اللي هو ميجر اوف ارك ولينس اوف ارك ولينس اوف كورد اوف ارك يعني لو تو اركز ار ايكوال ان ميجر يبقى ذن زي ار ايكوال ان لينس اند ذير كوردز ار ايكوال ان لينس عندنا كام حاجه كده ثلاث حاجات الميجر اوف ارك واللينس اوف كورد واللينس اوف ارك عندنا كورولاري نمبر 3 اف تو بارال كوردز ار درون ان سيركل Then the measures of the two arcs between them are equal. And a given and then a two barrel chords in a circle. The given is two barrel cords in a circle. And uh, in the figure, AB barrel to CD. AB barrel to CD. Uh, the two chords are parallel then the arcs between them are equal in uh, lens or are equal in measure Now, arc AC equal arc BD but if AB chord and the CD chord are two chords in a circle and the AB line segment parallel to CD line segment then AC uh, measure of AC arc equal measure of uh, بي دي ارك مجر اوف اي سي ارك يكول مجر اوف بي دي ارك وبيترتب عليها طبعا ان اللينس اوف اي سي يكول اللينس اوف بي دي ارك وكمان بيترتب عليها ان اللينس اوف اي سي كورد ايكوال اللينس اوف بي دي كورد يعني لو وصلنا الاي بسي كده لاين سيجمنت والبي بي دي لاين سيجمنت هيبقى عندنا اسوسلس ترابيزيوم هيكون عندنا اسوسلس ايه؟ ترابيزيوم وي كان درو سيركل باسنج ثرو اسوسلس ترابيزيوم بعد كده عندنا كورونا نمبر for if a chord is parallel to a tangent of a circle if a chord parallel to a tangent of a circle then measure of the two arcs between them are equal يعني عندنا هنا given ايه tangent اللي هو CD parallel to chord of a circle اللي هو AB and the arcs between them are equal in measure اللي هو AC arc equal measure of B C arc. measure of uh, AC arc equal measure of BD arc. طبعا لو وصلنا الAC line segment بالBD بالCB uh, line segment هبانا عندنا برضو a socialist triangle لو ACB. If a chord uh, is parallel to a tangent of a circle then the measure of the two arcs between them are equal uh, in measure أو equal in length. بعد كده عندنا في ابلكيشنز uh, او تطبيقات على الدرس uh, اول تطبيق عندنا ان ذا اوبزيت فيجر AB لاين سيجمنت اذا دايمتر ان سيركل ام AB ray intersect CD ray at a point E measure of arc AEC measure of angle AEC equal 30 degree measure of arc AC equal 80 degree AC الأ, هنا الارك ده 80 degree وعندنا angle E equal uh, 30 degree هنا required to find find measure arc CD فعند measure of arc CD عندنا طبعاً السؤال ده لأكثر من طريقة حل هنبدأ آه الأول هنوصل M بالC هنوصل M بالC طبعا عندنا هنا الـ arc AC بـ 80 measure of arc equal measure of central angle فين الـ central angle بتاعت الـ AC هي AMC يبقى أكيد measure angle AMC equal 80 degree يبقى draw MC line segment يبقى then measure arc AC equal measure angle AMC طبعا ده من التعريف الاساسي للميجر اوف ارك لو ميجر اوف ارك ايكوال ميجر اوف سنترال انجل اوبزيت تو ذا ارك طبعا لما نعرف الاي ام سي ممكن بعدها على طول نعرف ميجر انجل سي ام بي او سي ام اي اللي هي ادجيسنت سبلمنتري يكون 100 ديجري جبناها ازاي؟ ميجر انجل سي ام بي ايكوال 180 ماينس 80 ايكوال 100 ديجري اللي هي سبلمنت اوف اي ام سي سي ام بي سبلمنت انجل سي ام اي في الترانجل هو ام سي اي كده بقى عندنا تو انجلز اللي هم الاي e ب 30 والسي ام اي ب 100 ممكن منها نجيب انجل سي اللي هي ام سي اي -E, ميجر انجل ام سي اي تكون ب 180 ماينس 100 ديجري بلس 30 ديجري ايكوال 50 ديجري ايكوال ايه 50 ديجري ممكن هنا ما كناش نجيب ال 100 كنا نقول ان ميجر انجل اي ام سي ايكوال اي بلس سي يبقى ده ميجر سي ايكوال 80 ماينس 30 ايكوال 50 ديجري دي طريقه ثانيه للحل آه بعد كده عندنا في الترينجل اي ام ام سي دي ده الترينجل ده أسوسلس سترينج عندنا من اول درس خدناه قلنا ان ذا سيركل اول ريدي اي ان ذا سيركل ار ايكوال ان يبقى اكيد ام سي ايكوال ام دي يبقى ذن ذا ترينجل ام سي دي از اسوسلس اند ميجر انجل ام سي دي ايكوال ام دي سي ايكوال 50 ديجري دي ممكن نعرف ميجر انجل سي ام دي اللي هي السنترال انجل ديت اللي هي ميجر انجل سي ام دي ايكوال 180 ماينص 50 بلس 50 180 ماينص 50 بلس 50 يبقى Equal 80 ديجري يبقى ده ميجر انجل سي ام دي ميجر ارك سي 80 ديجري يبقى احنا هنا بدانا ازاي بدانا آه, جبنا الميجر انجل AMC ام بعد كده جبنا ميجر انجل C يا اما exterior انجل او جبنا الادجيسنت سبلمنتري وبعدين جبنا السي بعد كده قلنا الترينجل ام سي دي از يبقى ده ميجر انجل ام سي دي 50 degree. بعد كده جبنا ميجر انجل دي M C equal measure arc C D equal uh, 180 plus 50 plus 50 equal 80 degree. So I'll tell in the opposite figure, A B C D E is regular pentagon. A B C D E is regular pentagon inscribed in a circle M. Ax straight line is tangent to the circle at A. Uh, Ef straight line is tangent to the circle at E. Where AX straight line intersect EX straight line equal point X. two tangents intersect at X first required find our first uh, to find find the measure arc AE number two find the measure angle AXE اللي هي الانجل دي يعني بعدنا كام مطلوب في مطلوبين measure arc ACE -E و measure angle AXE طبعا المفروض هنا regular بنتاجون all its sides are equal ده من تعريف ال regular بوليجون uh, in the regular polygon all its sides are equal in length in the regular polygon all its sides are equal in length you back measure angle uh, or measure arc a-e equal one over five multiply measure of the

هنعمل ايه درو ام إيه اي ده راديوس وام اي برده راديوس طب المفروض ان احنا عندنا جيفن ان AX اكس و اكس ار تو تانجنت تو ذا سيركل ايه علاقه التانجنت بالراديوس درون فروم ذا تانجنسي بوينت از بيربنديكولار تو راديوس درون فروم يبقى اكيد ميجر انجل ام اي 90 و ام اي e 90 يبقى ذن ام اي ام اي اكس و اي بيربنديكولار AX كده في الكادريلاترال اللي هو AXEM AXEM كده عندنا كام 3 انجلز A ب 90 A ب 90 الام ب 72 يبقى ناقص انجل X اللي هي AXE. اكس اي هتكون 360 ديجري ماينس 90 بلس 90 بلس 72 ايكوال 108 ديجري 108 ديجري يبقى هنا اول جزء في السؤال احنا استخدمنا الـ regular بوليجون اتس سايدز ار ايكوال يبقى اتس كورز او اتس ديفايد ذا سيركل انتو تو ايكوال

بلس uh, 72 ايكوال 108 ديجري عندنا هنا ثلاث uh, رسومات uh, كل رسمه فيها مطلوب عندنا هنا جيفن uh, ثابت uh, في الاثنين عندنا اسف رسمتين وفي ثلاث مطلوبات في اثنين في الاول واحده في الثاني ان ايش اوف ذا فولونج فيجرز سي دي از تانجنت تو ذا سيركل ام ات دي كومبليت اول واحده عايز ميجر ارك دي بي وعايز ميجر ار AD. هنا طبعا لما يكون عندنا تانجنت لازم يكون في راديوس فروم تانجنسي بوينت انا هقول ده تانجنت فروم بوينت دي يبقى هنوصل الدي ام اللي هو راديوس درون فروم Tangency point. CD سي دي تانجنت يبقى ده measure انجل سي دي 90 ديجري عندنا measure انجل C ب 40 يبقى ده measure انجل دي ام بي ايكوال 180 ماينس 90 بلس 40 ايكوال 50 ديجري يبقى measure انجل دي ام 50 ديجري يبقى measure ارك دي بي ايكوال الدي اللي هو ده كده

برضه هنوصل الريديس درون فروم بوينت دي تو ذا سنتر يبقى ذان ام دي بيربينيكولار تو سي دي يبقى ميجر انجل ام دي اي ايكوال 30 ديجري اللي 120 ماينس 90 أه هنجيب هنا ميجر انجل هنوصل كمان ام اي عشان يبقى عندنا اساس سولستر انجل يبقى ام دي ايكوال ام اي يبقى ذا ميجر انجل ام دي اي ايكوال ام اي دي ايكوال 30 ديجري يبقى ذا ميجر انجل اي ام دي ايكوال 180 ماينس 30 بلس 30 ايكوال 120 ديجري هو هنا عايز ميجر ارك اي بي دي اي بي دي هو الارك الميجر ارك ده I give a reflex angle of 120, I have 360 minus 120 equal 240 degrees. A, B, D equal 240 degrees. 120, or arc A, a D, but. and arc A, D 120, or arc A, B, D 240 degrees. So, I In the opposite figure. A, B, C, D is rectangle, and describe it in a circle, draw the chord uh, CE. where CE equal uh, CD prove that AE اللي هو chord AE equal chord BC that required to prove طبعا عندنا في uh, uh, حاجة مهمة قوي في السؤال ده إن ABCD is rectangle فنستخدم properties of rectangle إيه properties of rectangle each two opposite sides are equal in length الجزء اللي احنا هنستخدمه في properties اوف ريكتانجل each two opposite sides are equal in length عندنا هنا ال CD equal AB يبقى sense ABCD is rectangle يبقى then AB equal CD AB equal uh, CD او DC في عندنا جيفن تاني اللي هو ده اللي هو ايه ان ال equal CD كده بقى عندي كام جزء قد بعض 3 يبقى ال AB اكيد قد ال CE يبقى then CE uh, line segment. Our length of CE line segment equal length of AB line segment. If haga sense ABCD is rectangle, then AB equal DC, and then I given tiny loss CE equal CD, then length of CE equal length of AB. By kid measure of the arc AB, arc AB, measure of arc AB equal measure of arc CE. By adding measure of arc EB to post.

But then the length of chord AE equal length of chord BC. يبقى إيه احنا هنا استخدمنا أول حاجة الـ ال, ال properties of rectangle each two opposite sides are equal AB equal CD. فاحنا استخدمنا ال given CE equal CD. but then the two are chords AB and CE are equal. but then the their arcs are equal in measure. اللي هم arc AB and arc CE. بعد كده by adding measure arc BE to post arc C but then measure arc AE equal measure arc BC but then length of arc AE equal length of arc BC سؤال تاني عندنا in the obvious figure ABCD is the quadrilateral inscribed in a circle ABCD quadrilateral inscribed in a circle يبقى معناها its four vertices lie on the circle A will be with C with D lie on the circle طبعا ده واضح في الرسم in which a b a c equal b d ال a c وال b d اللي هما ال two diagonals are equal in length a c equal b d وال a b equal c x minus five وال c d equal x plus three uh, find with prove the length of a b

لو قلنا هنا الارك اي سي اللي هو ده كل ده ايكوال ارك بي دي او كل ده الجزء المشترك بينهم من اول بي لغايه السي يبقى هنعمله سبتراكت باي سبتراكتنج ميجر ارك بي سي فروم بوز اركس يبقى ذن ميجر ارك اي بي اللي هو الجزء اللي هتبقى على اليمين اللي هو اي بي ايكوال ميجر اوف ارك دي سي اللي هو الجزء اللي هتبقى على الشمال يبقى ذن ذا تو كوردز اي بي and دي DC are إيكوال in length. عندنا ال arcs equal in measure يبقى the chords are equal in length طبعا ال ab هنا هو عطينا اللنس بتاعها 3x-5 وال cd عطينا اللنس بتاعها x plus 3 انا اعمل يبقى then 3x minus 5 equal x plus 3 انجيب ال x كلهم مع بعض يبقى 3x x يبقى 2x وال 5 مع 3 5 plus 3 equals 8 يبقى 2x equal 8 يبقى then x equal 4 بعد كده انا اعمل مكان ال x 4 يبقى 4 plus 3 equal 7 يبقى then a b او CD دي 7 سنتيمتر لو عملنا سبستيتيوتنج هنا 3 باي 4 12 ماينس 5 برضو هيكون 7 يعني في كلا الحالتين هنعمل سبستيتيوتنج هيكون الـ AB او الـ CD كل واحده فيهم اللينس بتاعها 7 سنتيمتر بكده نكون وصلنا لنهايه حصه النهارده كانت بعنوان سنترال انجل اند ميجر عند لينس اوف اركس في نهاية الحصة بشكر طلابي وأتمنى لهم التوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.